وصل صوتك. بحثنا بالسيد ناجي جلول وزير التربية. سيد الوزير أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيد الوزير. خلنا نبدأ من النقاش اللي كان توا مع سيد طاهر ذاكر كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي حول المفاوضات للزيادة في أجور هي تعلق بالترقية الاستثنائية والمنحة الخصوصية للمعلمين. ما قاله طاهر ذاكر أنه رئيس الحكومة رفض إعطاء الإذن بالإمضاء على الجزء من الاتفاق المتعلق بالمنح الخصوصية، معناه صحح على ترقية الاستثنائية، أما بالنسبة للمنح الخصوصية ما صححش، وقال هذا اختير أنه الاتفاق يصير مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ورئيس الحكومة في النهاية، حتى بعد اتصال واتفاق النقابة مع مصالح رئاسة الحكومة رئيس الحكومة لا يمضي. قال شنو دوره ماذو وينحهم ونولي نتفاوضوا معه هو ديريكتوم. والله ولينا كما ذاكر الحليلة واحد دير أشوف ثم أبجدية العمل الحكومة. علاش تعطل الإمضاء؟ لا ثم أبجدية العمل الحكومة، راو احنا حكومة ماشي وزير التربية وزير حكومة، ورئيس الحكومة حسب علمي في الرايد الرسمي هو سي حبيب الصيت اللي هو رئيس الحكومة وهو رئيس فريق، ومش صحيح معناها. وشوف محاولتها وزير التربية ناس ملاح ورئيس الحكومة مش ناس ملاح، بربي يزيد منها، لأن أنا نخدم مع إنسان رائع وإنسان معناها كنه برشا احترام سي حبيب، وسي حبيب معناها فما عمل كامل تاع الحكومة وفما توافق تام ما بيننا ورئيس الحكومة، وهذه بربي نحيها. شوف فما مسائل، أولا الحكاية المنحة مصحيح، لأن المنحة الخصوصية اللي خدوها الأساتذة خدوها وقع تعميمها على المعلمين وعلى الوظيفة العمومية الكل، وهذا الناس كل تعرفه موجود. حكاية الترقية الاستثنائية اللي وقع الاتفاق بها بين السيد رئيس الحكومة والسيد إدارة الأمين العام هي بيدها، رغم المشاكل ورغم الظروف الصعبة ورغم حفاظ على السلم الاجتماعية موجودة، كل شيء موجود إلا 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 شوف احنا عملنا مشروع اتفاق، عمرها وزارة التربية تعمل اتفاق، تعمل مشروع اتفاق وتعديه رئيس الحكومة، هذا كيفاش وقع تنظيم منذ سنة العمل الحكومي والناس كل تعرفوا هذا. مشروع اتفاق فيه توافق، متفقين متفقين في كل شيء، ورئيس الحكومة موافق كل شيء، بقينا اشغل من حق رئيس الحكومة ومصالح رئيس الحكومة باش تدرس اتفاق من الناحية القانونية من الناحية المالية. شو معناها برتورة الحكومة من حقها وتعطاها الوقت باش تدير اتفاق عامل وزير التربية. ايه ما هذا عنده شهر، عنده إيه؟ شهور راهو سيد وزير، عنده شهور. لا 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 ما عنده شهور، احنا عندنا الجمعة اللي فاتت اجتمعنا الجمعة اللي فاتت. الاتفاق صار الجمعة اللي فاتت. لا 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 انا فما مسائل جديدة، فرحة جديدة، لأن اتفاق اللي صار في الوظيفة العمومية، اتفاق مو صار في الوظيفة العمومية، نعم، زيادة في والمجموعة الوطنية ذبحت معناها فهمت مليارات للسلم الاجتماعي، ما هو اتفاق كان على كل شيء. ثم مسائل سنوية صحيحة، اما احنا التوانسه يقولوا ملك الموت يعطي راحه، من حق رئيس الحكومه باش تاخذ جمعه ولا 10 ايام باش تدرس اتفاقيه، واخر الدنيا هي اخر الدنيا مو متفقين، وهي مسائل ديما مسائل هذه ماليه عندها ريتروكتيف ترجع لتالي. شنو نستناو بعضنا 10 ايام اخر الدنيا على خاطر مساله ثانويه وثانويه وثانويه جدا، نعمل اعتصامات ونعمل واحد وورش الحكومة والتسويف والكلام الكبير اللي فكرني في الشباب وخطر ديكتاتورية زادة ديكتاتورية والكلام قال. شوف أنا شو نقول برحمة ولدي، احنا شوف احنا عنا مسؤولية ولاد الخلق، ولاد الشعب، ولادات الصغيرات راهم يقراوا، راهو أنا أكثر حاجة معناها تقلقني كأستاذ جامعي كنشوف آلاف من الطلبة ما يخدموش، لأن من الابتدائي وهو النيفو طايح لأن تكوينه ضعيف. يزينا خليوا العباد تقرأ روحها، راهو فما ناس تعب على صغارها، فما ناس حط دمها على صغارها، بعدوا صغار من العرك السياسي، بعدوهم بعدوا صغار يزي. شنو أنا كل ناري عرضني ولي يقول لي هزيت ولدي المدرسة خاصة تعبت، يقول لي ما نعرفش نهز ولدي يقرأ ما يقراش. يفو أريتي باستا، عن اتفاق قابلت رئيس الحكومة، قابلت وزارة التربية، قابلت الناس الكل، نستناو بعضنا ونعطيو بعضنا وقت، وراهو هذا راهو مصالح متاع دولة، راهي ماحناش في المارشي، راهو ماش في المارشي تقضي كيلو سلق وتعطي حقه. ثم مسائل قانونية واتفاق موافقين عليه الناس الكل،
الاجتماع كان بإذن سيد رئيس الحكومة، هو اللي قال لي برقد معهم بإذن سيد رئيس الحكومة، قال لي أخذ معهم، عملنا مشروع اتفاق من مصالح احنا قلنا نستناه. واليوم انا اليوم بعث للسيد رئيس الحكومه ريزيدنس فينانسيير نتاعو، خليه رئيس الحكومه عندها مصالح قانونيه، عندها مصالح مائيه، عندها توازنات الخزينه، نشوفوها ونسمعوا بعدنا شويه. اما تعطيني تو ولا نعمل لك اعتصام، هذا سامحني ما يجيش منه. وما هو انا نعرف شويه النقابه، اشتغلت بالعمل النقابي مش هكا، خلينا نتفاوضوا. البلاد تمر بظرف صعيب، نعم. بظرف اقتصادي صعيب، ثم ارهاب. انا المرفات مشيت جبل المغيره، لقيت وليدات ما عندهم صبابط، لقيت وليدات ما عندهم باش تاكل. هذا هو الظرف، معناها هذا هو الظرف، ظرف صعيب. نسمعوا بعضنا، نتحملوا بعضنا. يا ودي احنا خدينا جائزة نوبل نتيجة للحوار والتوافق، نقعدوا في التوافق والحوار ونسمعوا بعضنا. انا ريت الصوره سيد الوزير، انا تقول مشيت لقيت لامذا بلاش صبابط، اليوم المواطن يقول لك هاك عطيتوها الفلوس بس في الزيادات الكل مشات ونسيتوها. كل مواطن هذاك توما اليوم الحكومه نسيتوه، المواطن اللي ما عندوش صبات، والمواطن اللي ما عندوش ترانسبور، والمواطن اللي ما عندوش ماء، والمواطن اللي ما عندوش ضوء، المواطن ما عندوش كرامه نسيتوه. لا ما نسيناوش، ما انتم في العلام زاد نهار الكل تحكيوا على الضربات وتحكيوا على الاعتصامات وفهمت وثم السلم الاجتماعي. راهو في فترة انتقالية فما أهمية السلم الاجتماعي، واليوم الحكومة تونس عملت تضحيات السلم الاجتماعي، ميتوا نوقفوا. عملنا فما صار اتفاق بين الحكومة والاتحاد عامة الشغل، تعرف معناها الانسيدانس فينانسير والقيمة المالية كانت ذلك 1800 مليار. الناس كل خدت زياداتها، الناس كل خدتها منحة، فما اتفاق على سلم اجتماعي بعامين، كهو باستا نوقفوا نرجعوا نخدم على روحنا، خليوا الناس تقرا روحها، خليوا الولاد تقرا روحها. راهو راهنا احنا في بيزا في مؤخر دول العالم، راهو التلامذة نتاعنا ما تقراش. انا مشيت المره فاتت للروحيه لقيت بدات ما تقدرش تقرا الاولاد. علاش سيد وزير؟ علاش؟ مسؤوليتك. لا مش مسؤوليتي، مش صحيح. النواب مضربين، النواب قلت لهم ما لقيت لهمش حل. لا لقينا لهم حل. شنو الحل؟ لقينا لهم حل. اخي هو كي دخل ما هو صح، هو نائب تخلل، هو ما هو تخلل، هو نائب. واحنا عنا اتفاق مع النقابه لادماج مع 5 سنوات، ما نجموش ناخذهم ال 5000 تو، على 5 سنوات ناخذهم بشويه بشويه، ناخذهم على 5 سنوات. وفهمتهم النواب، انا استقبلتهم في بيروي 10 مرات، هاو كاش يصير. و اخي شنو ما نشوفوه زاد باش يقري الاولاد، باش ندمجوا على 5 سنوات، باش يقع تكوينه، باش يقع تفقده، حتى لوين يولي صالح باش يولي معناها تيتولير. انت عندك اليوم 15 شنو اخي تو معناها سمحني، معناها المعلمين اعطيني تو ولا نعتصم، النواب رسمني تو ولا نعتصم، شنو هذا؟ عندك اليوم 15000 مدرس زيدهم للنواب المعتصمين وزيدهم للمشاكل، عندك 15000 مدرس اليوم متغيبين لظروف صحيه، يعني سيرتيفيكا. شوف هذا وانت قلت قبل سيد الوزير، قلت هذا يتم التثبت فيه. انا قلت ونعاود ونتحمل مسؤوليتي، ما ثماش انتدابات قبل ما نصفيو التركه. ترك انا اقول لك، انا عندنا مثلا العمل الاداري، مثلا يقول لك انا ما نجمش نقري، نجمش قري وقع يحال عمل اداري، والعمل الاداري تربوي ساعات لظروف صحيه ما ينجمش يقري، يتم احالته ما ينجمش يقري، ولي معناها سمحني معناها يمشي يسد الاداره، معناها غير صالح للدرس ولا صالح الاداره، فهمت؟ وما فما حتى قانون غير قانوني. انا واكثر من هيك، انا عملت تقييم العمل الاداري، عندي مجموعة كاملة من العمل الإداري، ما نعرفش شكون كلفه، لا كلفه الوزير، لا كلفه الإدارة، لا كلفه مندوب جهوي، لا كلفه حتى حد. هذا يتكلف على المجموعة الوطنية 6 مليارات، 6 مليارات أون لير. اليوم ما يسمى بالعمل الإداري هو ونسميه ونعرف برشا بديل، هو فساد مالي وإداري. وأنا ما نحبش نتعدى في التاريخ، أنا تعرفني معناها هنا مناضل يساري منذ الليسي، أنا وقع اضطهادي لهج أفكاري، مش على خاطر تو قريب نوصل للريتريت باش نتعدى في التاريخ، أنا تسطرت على الفساد المالي والإداري، هذا فساد مالي وإداري وما نجمش نقبل. قداش من واحد، قداش من مربي، قداش من مدرس معناه قاعد يقوم بال ألف، فما 5000 كونجي لونغ مالادي، فيهم 10% برسمي مرضى، 10% 15% البقية مش صحيح. كيف حالة شو معناها مش صحيح سيد الوزير؟ مش صحيح معناها جاب سيرتيفيكا مضروبه. لي تجيب سيرتيفيكا ما عنده بسكياتر معناها مرض نفسي، ديبرسيون باساجير، انا كلنا عندنا ديبرسيون باساجير،
هذه كانت عاد 3 سنين ثم يحال عمل إداري كيف كيف 5000 5000 أنا المرة فاتت مشيت المعهد ما نسميوش لقيت 10 مدرسين عمل إداري تقول بيرو ما يرفعش تزوز عبيد وين حاجتي بليزانسانيون هي المعادلة الغريبة أنا نقص مدرسين وعندي الفائض في الإدارات الفائض في الإدارات ليه هو وقع انتدابه كأستاذ أو كمعلم هذاك هو خدمته هذا يرجع هذا رهين قرار من وزير التربية هذا قرار رهين قرار من وزير التربية أنه اللي يقوم بالعمل الإداري لا مش قرار هو قرار معناها أنا ما نحبش نخو قرارات واحدة مش نعملوا لجنة مشتركة مع النقابات ونفرق وقاعدين نفرق في الدوسيات دوسي ألا بالرسمي مريض وفما ناس مرضى بالرسمي فما ناس معناها مرضى يستاهلوا فما ناس يستاهلوا ألا يستاهل يتفضل وإحنا دورنا مش باش نعاقبه وقال سمحني معناها فهمت يزمو يرجع للدرس الدرس والدرس راه شرف والكتابة شرف معناها ما أكثر شرف من التدريس أنا أعتبرها وأنا مدرس ونعتبر الكتابة والكلاس هذيك قدري وهذيك أحسن حاجة توجد في الحياة باهي نعاود لك 15000 اليوم كل يوم عندك 15000 متغيبين ما يقريوش بين أساتذة ومعلمين لا هو عندنا معدل التغيب معناها هو 25% نحي هذا كونجي لونغ مالادي وحال عمل إداري الغياب بين الكونجي لونغ مالادي وبين سمحني وبين الحال على العمل الإداري فما 15000 وثلاثة وأربعة خندق الرقم سيد الوزير بين الحال على العمل الإداري وبين اللي جايبين هنا 15000 15000 بين اللي عندهم 15000 معدل التغيب معدل عدم مباشرة الدرس هات نسميه هكا 15000 وعشرة في مفزعة وعشرة آلاف هم متغيبين بصفة يومية لا مش متغيبين 5000 والخمسة آلاف معناه مكلف عمل إداري أنا الإدارات معناه ما حشش بيهم في الإدارات وكل يوم عندك 25000 غايبين ما يقريوش ولا 25% 25% ما يقريوش 25% أنا مشيت المعرفات الروحية ما لقيت ما لقيتش معلمين مشيت أربعة ثلاثة مدارس ما فيهمش معلمين لأن فيهم نواب والنواب مضربين يحبوا يترسموا قالوا لكم احنا عندنا اتفاق مع النقابة وريناهم كيش باش ترسموه وريناهم وإلا معتصمين وشنو هي ثقافة الاعتصام هذه ضرب ضربتين اعتصام ضرب اليوم مثلا عندنا معلمين في القيروان مسكرين المندوبية شو معناها تسكر المندوبية مرفق عام تعطلوا شو معناها تحب تظهر الظهر تحب البنكار الظهر أما متعطلش مرفق عام الناس فيك سيد وزير وكانك تندد معناها انت كان في دور المعارض معناها هذه تطلب قرارات منك سيد وزير ما يعني قاعد تطلبش اي معناها قرارات انا ما حيت رجيت ناخذ القرارات انا مثلا ما حيت رجيت تعبت من القرارات انا ما حيت رجيت ما صححتش كونجي لونغ مالادي ما حيت ولو الكونجي مالادي راهو هي لجنه موجوده في رئاسة الحكومه ويزم تبدل القانون واحنا بسلطه غير القانون بالنسبه لحال عمل الاداري ما حيتش ما صححتش مع الصح ما صحتش حتى خليت الامر كما هو في انتظار انه لا ما صح تم التدقيق فيه لا ما صح ودوسي كامل اليوم عندنا كوميسيون مع النقابات ودعوه النقابات باش نحكيوا في الدوسيات لان بالرسمي معناها ضر بسمعه المدرس ونحترم المدرسين ونحترم الاستاذ لانه استاذ نحكيوا على القرارات هذاك علاش معناها السيد نجي جلول وزير التربيه اليوم يوصف بالوزير النجم لا بنش نجم والأكثر شعبية وفق رأي المواطن التونسي والمتابع التونسي واستطلاعات الرأي أنا منش مزيك لا لا منش مزيك مش على ديمات أنا والله خلينا نقول أنا سيد وزير خطر هذا مش لا لا هذا كلام هذا أنا إنسان معناها ولد المدرسة العمومية ولد المسرح الاجتماعي المدرسة أعطتني كل شيء لولا المدرسة العمومية راني ربما أمي مش درست في السوربون والكل المدرسة العمومية أعطتني كل شيء ونحبر رجع لها كل شيء واليوم يلزمنا يزينا من التجارب السياسية يزينا من توظيف المدرسة ثم أولاد تقرأ ثم يلزمها تقرأ يلزمهم يتميزوا لأنهم هذوك ما ناس المدرسة العمومية نعرف شكون يقرأ فيها يقرأ ولد الشعب راهو اليوم مش عادي جدا ألا تعرف علاش نتائج القصرين ضعيفة الأضعف لأنه عندك النواب يقرأوا في البكالوريا لأن عندك إطار التدريس في القصرين غير مستقر لأن اللي يتعين عام وعامين بعد القصرين يحب يمشي يقرأ في المستير يقرأ في المستير ويقرأ في السوس هذاك علاش بدل القانون مش تولي مش بدل القانون اللي يقرأ في المستير ياخو شهرية ولا يقرأ في القصرين نزيدوا فلوسه
علاش القاصرين تزيدوا فلوس؟ طب ولاد القاصرين نجموا يقريوا غادي. لا 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 شوف احنا ما عندناش ولاد القاصرين فلوس، احنا عندنا مناظره وطنيه وتعينوا في القاصرين وتعين في رماده وكلهم تابعين للجمهوريه التونسيه. اما اليوم فما مشكله في التعليم، فما مشكله في التعليم. هنا نقول لك، هنا نقول لك معناها المناطق الداخليه كلها تعرف باش تقرا، تقرا بنظام فرق. فاش من نظام فرق؟ معناها دو نيفو في قسم. بالنسبه للمدارس؟ في المدارس ابتدائي. فهمت؟ واغلبها بنظام الفرق. معناها كي يعمل سيزون راهو قرا 3 سنين وبعد يمشي للاعداديه ما ينجحش، يلقى روحه ديباسي يبطل. وهنا القطاع المدرسي، وارقام القطاع المدرسي مفجعه، 360 الف قطاع مدرسي مهول، والناس والناس ما تنجحش. 360 الف في العام. انا كي خديت قرار ونتحمل مسؤوليته بانهاء نظام الفرق منعه قانونيا، فما الناس ما عجبهاش، فما الناس ما عجبهاش، لان انا ما نجمش نواصل بمدرسه فيها تلميذ، مدرسة فيها زوج تلامذة. أنا عندي مدارس فيهم 4 معلمين وزوج تلامذة، هذا نسميه إهدار المال العام. وأكثر من هكا شنو تعمل لهم التلامذة سيد الوزير؟ هذا هذه مشكلة اللي في مناطق ريفية، مناطق نائية، مش تولي تهزوا التلميذ هذاك اللي أنا ودري. لا لا باش تهزوا لي كيلومترات باش يمشي يلقى المدرسة اللي في المنطقة الأخرى. ومش نهزوا كيلومترات، أنا باش نهزوا هكا، أنا مش نوفر له النقل، مش نوفر له أكل، ومش نوفر له كان البول مبيت. وأنا قاعد في البيت نجتمع بالأولياء ونقول مش تحبوا، تحبوا نوفر لكم النقل ونوفر لكم البيت، والأولى يختاروا. عندك تلاتة. ميزانية لهذا اليوم سيد الوزير؟ ما تعرفني أنا أركيولوج، لوجع الكنوز ديما نلقى كنوز، فهمت؟ ديما نلقى كنوز نلقاو نحاولوا. فما الزحلول هو، أنا ديما قالوا لي البارح برلمان منين نجيب الفلوس، فما الزحلول، وبيا تحط يدك على خدك وتقضي على ساعدك وما عندكش فلوس ولا تلقى حلول. أنا شهر المدرسة صرفت مليارات، وزارة التربية ما صرفت حتى مليم. مليارات نغطوا بعض عندي نعم بيلان، وزارة التربية صرفت حتى مليم. هالشعب العظيم هذا الشعب الكبير، فما ناس، أنا عندي ناس صرفت مليار على مؤسسة تربية مكتوبة. راهو الشعب هذا به ويحب ومعطى ويحب بلاده، أما احترموه شوية، شعب كبير هذا. أنا شفت شهر مدس وقعد متواصل شهر مدس، يجي معايا الجمعة الجاية أكل الإعدادية متى أبو سالم، أنا شفته تصور برا، شوفه تصور تران غازوني وسانك اتوال. وزارة التربية ما فتحت فرنك هادي، فما رجال أعمال شرفاء ولاد بلاد ويحبوا بلاد ومشاو، واليوم الناس قاعدة تجي بقينا يحب هو بيدو يقع احترامه. فما الناس تحط في الفلوس مليارات على ولاد الشعب، احترموا ولاد الشعب. سمحني باش نعمل برنامج، باش نعمل برنامج نقل وبرنامج أكلة وبرنامج لمجة وإقامة كان لزم، هذا كل لزم فلوس. الوقت اللي أنت عندك 3% برك معناها من ميزانية وزارة التربية موجهة ماشية ماشية للشراء معدات ولا إصلاح ولا بناء ولا غيره، 3% كهو 97% للأجور. أنا نوعدك ب 300 نحل مشكلتي. 300 شنو؟ ب 3% نحل مشكلتي. 3% تحل مشكلتك. حل مشكلتي. أنا قاعد تشري التواول. شوف أنا قاعد نشري في التواول. تدهن؟ وندهن ونعمل في التيرانات غازوني ومش نعمل شو يسميوني يعني وزير التابلات. وزير التبليه وسمنوا لي وزير التسول. وزير التبليه انا قاعد نتسول، ما يسالش نتسول مع التوانسه، ما مش مع الصاينه، مع عند رجال اعمال التوانسه، ما يسالش هذوك من حبهم حاجه. اما التسول يجي نهار يوفى راهو، معناها تو فما اندفاع وفما كذا وفما لا، معناها اعتبرت التسول لا عباره التسول. 99% من رجال اعمال التوانسه، اما الدعم تاع التوانسه لا 99% من اولاد التوانسه، من رجال اعمال التوانسه ولاد مصر العموميه صنعتهم يرجعوا لها شويه. صحيح. واحنا هذه الفتره، هذه فتره انتقاليه، هتو يمشي الاقتصاد التونسي وتحسن الاقتصاد التونسي والولي خزينة تولى أكبر. الغالب هذاك شفما ما عندناش فلوس عليه، مش معناها فما زو حلول، وبين نلقاو حلول في تونس من تونس، ولا هما الصغار ما حناش قرر فيهم بالكدا وزيد نرهنوهم. لأن أنا أخو كي قرر تو مش خلصوا صغير، راهو الصغير نص ما يقراش بالكدا وظروفه خايبة ومدرسته مترهلة وزيد نرهنوه، أنا مش مستعد. ربما فما الناس مستعدة، أما نتصور أنا سيد رئيس الحكومة مش مستعد، والحكومة حاليا مش مستعد، وإحنا ناس مسؤولين. بين في تصريحاتك الأخيرة سيد الوزير أنه لأول مرة تم تخصيص قاعة عرض للسينما، نحكيه على أيام قرطاج السينمائية باش تمكنوا شريتوا تذاكر، زادة ألاف التذاكر للتلامذة باش يمشيوا يتفرجوا في الأفلام السينمائية، وتحكيوا على معدات في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية باش التلامذة يتفرجوا في السينما. تم تعميمها على كامل تراب الجمهورية. اش بك ما حطيتش غنية عندي؟ أنا فما غنية نموت عليها تحبها ياسر، نعتبرها رائعة الفنان العربي، تعرفها قارئة الفنجان نموت عليها.
اولا نزار قبل والموجي ثم عبد الحليم. اش تقول هي؟ تقول رغم الريحي والماتري ورغم ورغم مش ننجح واه رغم كل هذا قريت فنجان خاطري مش ننجح ومش تعمل سينما ومش تعمل بلايات مش نعمل ومش ننجح ونجي نتقابلوا بعد شهرين مش ينجح نصلح التربو مش ينجح واصلاح المدارس مش ينجح رغم فماش فلوس هكا انا قلت لك اثري ونلقى الكنوز وربي باش يعطيني كنز. عملنا سيد او قالوا فماش نشر ثقافي هاو عملنا جي تي سي ونجحت بشكل كبير وانا مشيت بولعابه وعرضت في بولعابه في الشعام بي وتحدين درابيين فما 250 عرض مسرحي تعمل في المدارس 73 ألف اليوم معناها الايام قرطاج المسرحيه تعملت في المدارس اكثر. زيد نقول لك حاجه ما صرفت حتى فرنك هزيت تليفون وكلمت رجال اعمال اصدقائي وصب وحطوا فلوس سميهم في درجين يا فلان بربي حاجت صبت فلوس وتعملت فلوس كيف توف في الجي سي سي خصصنا قاعة كاملة نتكلمت باب السويق بليش زوج عروض شرينا تذاكر قال النجم ما نعرفش بالضبط ما شرينا برشا ذاكر رجال العمال زاد شريوه صحابي أصدقائي أصدقاء المدرسة التونسية ما نحبوا المدرسة الصديق التوانسة يحبوا المدرسة التوانسة يحبوا المدرسة مازالوا عندهم ثقة في المدرسة. ثالثا شرينا دوزوم سينما أوم سينما شرينا في كل مدرسة عملنا تجهيزات وقاعدين بروجيت تو قاعدين بروجيت ومش نعمل اختتام كيما مش نعمل اختتام أيام قرطاج السينمائية مش نعمل اختتام أيام قرطاج السينمائية المسرحية نهار الجمعة ونستدعاك مش تعمل في المدارس الكل وهذاك تري بو دو موان راهو أوم سينما هوم سينما أوم سينما راهو 300 دينار معناها مش بالشكل تصور وعندنا قاعات يجا احضر معايا تقريبا او لترافوم تاع مركز المسعدي اللي معناه المركز الثقافي التلمذي معناه المدرسه انا كان متروك ومسكر قريب تكمل ترافوم ومش يكون مركز ممتاز مخصص سيد الوزير ومخصص للتلامذه وللاساتذه وبلاش فهمت معناها شوف راهو البلاد هادي فما فيها الفلوس يفوا لي الشرشي والفوا افوار لو كور الشرشي والفوا سي باش الناس تكون عندك ثقة. أنا رجال الأعمال عندهم ثقة فيها يعرفوا فلوسهم الماشي ويعرفوا الاستثمار اللي نعملوا فيه في المدرسة هو أكبر استثمار ومش يعطي نتائج وبدأ يعطي نتائج. اليوم تحكي على سينما وشرينا هوم سينما وشرينا كذا وعملنا في عروض بعد العمليات الإرهابية الأخيرة سيد الوزير تحدثنا برشا مرات على دور المربي في الإجابة على تساؤلات التلامذة الأطفال المراهقين فما حيرة فما خوف فما عدم فهم للصورة هذيك اللي مخوفة التلامذة كيفاش نجم تحسنهم من خطر محاولات استقطابهم خاصة المناطق القريبة من تواجد الإرهابيين. هل أنه تم تعميم رسالة من كل المربين لكل التلامذة في كل المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية في كامل تراب الجمهورية من وزارة التربية ومعناها الخطاب المقنع سيد الوزير والخطاب المطمئن عملتوها هذه؟ أنت قريت فابلا فونتين كنت صغير قريتهم. تعرف حكايتك المدرس اللي متعدى على الولايد يغرق يعود مش يهز وعمله درس في الانقاذ والعوم الولاد غرق وغرق المدرس غرق. الارهاب ما حشتوش بخطابات حول الارهاب وما حشتش بخطابات حشتنا باش نحصنوا صغارنا ضد الارهاب. شو معنى كان نحبوا نحاربوا الارهاب ونحاربوها لون تيرم ونقطعوا دابر الارهاب يلزمنا اونافيرس لافابور يعني اللي المدرسه تكون مواطن متوازن يلزم الصغير اللي هو طاقة يمارس الرياضة ويمارس الموسيقى ويمارس الرسم ويمارس تفق معك سيد الوزير ويمارس الرقص متفق معك متفق معك من وقت يشوفوا الصور اللي خارجة هذيك في وسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد وفي الدنيا الكل وكذا خرجت خرجت يا سيدي نحن غالطين يا سيدي نحن غالطين نحن غالطين وزارة التربية انا شفت في العالم كل ما تخرج حتى تصور طيب يا سيدي نحن غالطين نحن غالطين معناها نحن مش احنا الارهاب الاعلامي يزبط يا سيدي مش ما نحكيش على موزايك ولا نحكي على واحدة ما نحكي هناك وسائل على لا اي اما التلامذة اما التلميذ المراهق الصغير الطفل هذاك لازمه رسالة من المربي نتاعو لازمه مساج من المربي نتاعو لازمه يفهم ويقول للناس هذوكم غلط. أحسن مساج للمربي وهو ينشر ثقافة الحياة ثقافة الحياة فرحة الحياة اللي يحكي عليها بورقيبة لأن الغادي في المقابل ثم ثقافة الموت. كان نرجع ننشر ثقافة الحياة ونرجع ثقافة والتعليم والفن والموسيقى واحترام الذات البشرية أتوا نقضوا على ريل.
جميع حرائقه وبرغم جميع ثوابته فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع ثوابته وبرغم الحزن وبرغم الريح فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح هذه هي سيد وزير برغم الريح وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى مقطع من قارئة الفنجان ليك سيد الوزير استشهد بها بكري أمام من خطرك برغم الريح والجو الماطر برغم داعش وباعش وأخواتها البلاد هذه مش تنجح ومش تعمل انتقال ديمقراطي ومش تعمل ديمقراطية ومش ترجع لأصلها أصلها تعرفك في نقلينا كشعب الكبير عليسة والكهنة هذاك هو أصلنا هذيك هويتنا الشعب هذا قدره باش يرجع إلى مجده مش ينجح أما شنو تبقينا باش ننجح يلزم رجال الدولة في تونس وربما وإحنا منهم يكونوا أسمع يلزم نكونوا بوتينيين شو معنى بوتينيين نسبة إلى بوتين نسبة إلى بوتين معناها شفتوا هذا معناها يلزم نكونوا عنا أكل أنا شخصين تعجبني الشخصية هذيك تعجبني شخصية بوتين لأنه بعدك الفوضى أنت الانتقال الديمقراطي إلى غير ذلك أرجع الدولة وأرجع هيبة الدولة اليوم يلزم الدولة ترجع التونسي يقول لك يلزم ترجع الدولة لأن الدولة هي دورها تحمي المواطن هي دورها وتحمي المدارس وتوفر الشغل وتوفر كل شيء اليوم الدولة لازم ترجع وهذه اليوم المعركة في تونس عودة الدولة وعودة دولة القانون وعودة المؤسسات هذا الانجو في البلاد هذه هل أنا تواجد مدرسات ومربيات منتقبات ومعلمين متشدين يمكنهم تحسين التلامذة سيد الوزير شو معناها منتقبة من سبتمبر خلينا نقولوا رجعت سنة سيد الوزير من سبتمبر حتى الآخر نوفمبر باش وزارة التربية تتخذ قرار وتفعل قرار تفعيل منع النقاب في المؤسسات التربوية شوف أنا حكيت النقاب ما نحبش تكون أنه بجينت مزايدات سياسية إيش مزايدة سيد الوزير لا سمحني احنا عندنا قانون ونعملوا به وكل مرة يقع اعلامنا بان ثم منقبة ولا حتى لباس افغاني احنا ما نحبوش نعاقبه نعيطوا للمدرس نقولوا راهو هذا لا يتماشى مع القوانين وخاصة لاسباب بيداغوجية وامنية راهو مش لاسباب ايديولوجية نعيطوا عليهم ننبهوا عليهم كان امتثلوا ما امتثلوش يقع إيقاف تحفظي يتعدى المجلس التأديب كان ما امتثلوش وقت يأتي آخر حاجة العزل احنا ما نحبوش يكون برما نعملوها بكا باركا بدون توظيف سياسي بدون صراخ نعملوا باركا ويعرفوا المدرسين والسادة المديري يعرفوا أن النقاب ممنوع في الوسط المدرسي نزع النقاب وما هيش قضية كبيرة لأن هو حالات معزولة قديش جدا. الحالات سيد الوزير حالات معزولة جدا احنا الحالات ننفقوا بيهم معنا ندخلوا تود سويت معنا يقع علينا هو ثلاثة شهور سيد الوزير شكون قال عن ثلاثة شهور بالك كانت وعودة لبس لا احنا شوف حالة ما السادة المندوبين والسادة المديرين وانا عندي ثقة في المديرين وعندي ثقة في المندوبين وعندي ثقة في إدارات وزارة التربية يقع بالحالة يقع أعلام إذا التفقدية العامة وتبقى الأدامة تمشي باش منظمه حتى حد تاخو قرارات وتاخو وهو أونليجير كاباركا وبدون سخب أعلامي فما ممكن ديكا سمعتوا بيهم ديكا سمعي محد أونليجير شوف أنا شو نقول مؤسسة تربوية بحاجة الهدوء يلزمها برشا وراه صغار تخرى سيد جون فراجيل بحاجة الهدوء ما نوظفوهاش لا سياسيا ولا حد شيء خلي نحلوا المشاكل بهدوء في بالسطرة نحلوها بالسطرة بدون توظيف يزن المدرسة عمناول وقع توظيفها اعتصامات وانتقال نعم. آلي واضرابات on n'a pas besoin de ça أسئلة من فيسبوك تويتر أحمد
أسلم سيد وزير، ريكور اليوم في لي كومونتير في تويتر وفيسبوك. باش نبدا بمنذر رمضان من المحرس، استاذ يقف الى السبوره بساق مقطوعه في معهد علي بورقيبه بالمحرس، رساله طويله. قال بعد الوقوف اكثر من 30 عاما من الوقوف الى السبوره وجد نفسه عاجزا، فتك به السكري ونار من ضغطه وبصره. قال انه اضطر الامس انه ينصاع الى امر وزير التربيه بالالتحاق بقاعة التدريس بعد ان رفض مطلب التحاقه بالعمل الاداري قبل سنتين من تقاعده. المشكلة نحكيه فيها وهو أن هذا الالتحاق بالعمل الإداري يعطاها المندوب ويعطاها رئيس مصلحة ويعطاها الجي. أنا شو قلنا؟ قلنا تلمون فما دي كا كما الزميل هذا، وهو كا وعنده حق، وأنا اليوم صباح أذنت بالحق بالعمل الإداري لأنه بصيح مريض وعاجز وقدم برشا. أما تبقينا قلنا الكا هذا يولي كوم سي دي كا اكسبسيونيل. بك شوي قلت ما عطيت حتى ملي جيت ما عطيت حتى اذن. انا قلت ما عطيت حتى اذن، هذا اول اذن مقطوعه اول اذن نعطيه. قلنا ما عادش لا رئيس مصلحه ولا واحد تولي لي كا يعطيهم الوزير بنفسه. سي دي كا كودونارا دورينافون الوزير بعد التثبت والتثبت والتثبت، واحنا قاعدين نخدموا على قانون اللي كا هذا يقع دمجهم في العمل الاداري، يقع دمجهم في العمل الاداري في مصالح ونحشدنا بعمل اداري. والكا هذا صحيح ربما أنا وخرت شوي عليه، أما لأن الدوسي كان واقف وبحالة للمراجعة، والناس التي تمارزوا برشا للأسف الشديد معناها يظلموا، معناها شخص مريض هذا ألا بصبني مريض وتعب، والصباح أذنت بإدماجه بالعمل الإداري وتحل المشكلة متاعه، وأنا نعتذر له شوي لو خرت شوي عليه. أما تعرف معناها الدوسي راهو فيه برشا، فيه هذيك هي البيروقراطية. لا مش بيروقراطية ولا عندي بيروقراطية، ما مو راهو وزارة التربية تمثل، تعرف كاش تمثل. أنا عندي أكثر من 90,000 أستاذ في الثانوي وأكثر من 70,000 معلم وإداريين. وزارة التربية راهو أكثر من ثلث الوظيفة العمومية، راهو معناها معناها بور جيري تو سا شويه وقت. اما سبري وخرت عليه شويه، وانا نعتذر له وخرت عليه شويه، وبصعب وهو بالرسمي بحاجه على خاطر تعب وما عادش نجم يخري. وهذا بارمي لي كا رار، انا مش انا قلت هذا مش ولي عند الوزير بعد التثبت والتثبت، انا نعطيه لان احنا دوري، انا راني انا استاذ ونعرف مهنة الاستاذ، ومش دوري باش نشمت في الاستاذ ونتشفى فيهم. راه برشا ليكا فما في فاتن دوزي قالت لك عندكش علم بمعهد سيدي ثابت اللي يعاني من قطاع التيار الكهربائي؟ والله مش كان معهد سيدي ثابت، اليوم نقول لك انا معهد في تالا منقطع فيه التيار الكهربائي، لان انا ورثت ورثه وما نحبش انا كناس نقول تركه. انا فما مشاكل متى تجهيزات متى بنية تحتية متى ضوء يقص معهد سيدي ثابت هذا، أنا مشيت له عمنا ولا مشيت له عمنا ووضعه كارثي، ودخلنا بصفة استاجرية وعنا فيه برنامج ابتدى دخل. أما أصبروا علينا، أنا أعطيك أنكا باريزان، أنا عندي معهد ما نسميوش عمنا، والأضرب والأسادة قالوا بنية تحتية متراهلة، فهمت؟ دخلنا فيه مليار أشغال، أضربوا بعض الأسادة قالوا تقلق فينا الأشغال. مش نفهم واحد يجي نفهم. عندي في بوسيل، عندي بوسيل مشيت هذايا نحكي عليه ولا سانكتوا، والمعهد اللي ما جنبه دخلنا فيه بمليار وتفتوف وفهم الاشغال، قالوا شبيه الاشغال معطله، راهو اشغال راهو مش كسكروت، راهو تترابو، راهو عندنا ابل دوفر وعندنا مقاول وعندنا المونديزان، ويلزم معنا سينون ولي انا معنا متجاوز القانون شوية شوية. نادر صغير، نادر صغير عمر برجي وغيرهم ال 20% في الباك نحات ولا لا؟ ال 20 ايش قولك انت سي احمد، تنحى ولا لا؟ ما عندي حتى دخل. ال 20% في الباك هذه لا ال 20% في الباك هذه اضرت بالبكالوريا التونسية وما هي موجودة في حتى بيض نحات ولا لا؟ وهذا كدوبة بن علي، وانا ما نحبوش بن علي تعرفوا ممتع. 25% لا واحنا نحبوا ما حبوا رفع شعار قطيعة مع العهد البائد والقطيعة مع الماضي، ما رفعين شعار قطيعة، نحب نعمل قطيعة أنا مع بن علي، فهمت؟ احنا عملناه اللي راهو برسك نحيناه ال 20% وقت اللي خلينا 3 بوان برسك نحيناه ال 20% وأثبت عمناول ال 60% من التلامذة ما تمتعوش به، 60% من اللي عملناه من التلامذة ما خداوش بها فرصة، احنا ماشيين في تنحيته.
أما مازال ما خرجش القانون ومن نحيوها كان بتوافق مع الإطار التربوي والنقابات والتلامذة. نحن نتجه أما مازال ما خرجش القانون، أما نتجه على ذلك لأنها في صالح التلامذة. تنحس ما تنجم تنحى سنة ولا العام الجاي؟ تنجم تنحى سنة وتنجم تنحى في إطار الإصلاح التربوي. احنا قاعدين احنا ما نحبوش نهبطوا أحجاب فوق، نحبوا نلقاو توافق ونحبوا التلامذة يفهموا اللي راهو الإصلاحات أولا وقبل كل شيء في صالحهم. برشا حكيت على المدرسة العمومية بكري، كريم بن زعتور قال لك أنا نقري في بناتي في مدرسة خاصة، كان نفكر نبدلهم في مدرسة عمومية باش توعدني. والله باش نوعدوا نوعدوا ألا الإصلاح التربوي بدا يعطي في نتائجه، بدا يعطي. احنا في الابتدائي بدا تحسن، احنا كنا حين كسما بلوكي رجعنا دي ستاندار انترناسيونو، لأن قبل في البلدان المتقدمة يقرأوا 245 يوم، في البلدان الأفريقية اللي كنا هاربين عليها يقرأوا 190 يوم، واحنا نقرأوا 170 يوم، بس من بلوكي نهبطوا لل 120، وشوية شوية بون نهار السبت، وشوية قنطرة، وشوية ضربات نهبطوا تحت 100، نقرأوا الشطر اللي قرأوا البلدان المتقدمة. احنا بنسان بلوكي ربحنا برشا وقت بتغيير زمن المدرسة يا عم الجاي. مش بدو زمن المدرسة حصل واحدة حصل المسائية قاعدين نطبقوا فيها والنجم قاعدين نطبقوا فيها، أما بتغيير نظام العطل برشا تشكاو مسوية زي يسر عطل في تونس يسر. شو كل مختصين يقول لك بعد 10 أيام تولي ديبارتيزيون ولي صغير يخسر أك 3 سهور هذوك ما بيجربع يخوي. شو واختل الشعوب العالم كل تقرأ احنا مازلنا مرتاحين، قال لك بلادنا سخونة أخي، الفريدة مش سخونة أخي، سامحني كازاكستان مش سخونة أخي، أستراليا مش سخونة، قال لك باردة في الشمال أخي، سيبيريا مش باردة، تجبيهم يقراوا في البرد والسخانة. إذن احنا مش بدلوا زمن المدرسة يا عم الجاي، ومع تنحيس مال بلوكي وتغيير زمن المدرسة مش نوصل للستاندر انترناسيونو، ونوعدوا هذا باش بعد هذا ينجم يحط ولده في المسألة العمومية. شكرا جزيلا السيد ناجي جلول وزير التربية، بارك الله فيك على الساعة توا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.